اخبار اليوم. شمس الجي ناس بعد عنك حول ايه حول وظف. انا من ايام النحاس باشا عندي 78 سنة من ايام النحاس باشا وحضرت انتخابات كل كتير. الانتخابات كنت بتحرص على انك تنتخب. كنت بنزل اخويا وفي حزب الوقت كنت بنزل احزاب كلها. النهاردة ده لازم تنزل له مقتول عشان انت هتحاسب اللي انت هتديله صوتك. اللي انت هتديله صوتك ده هتحاسب. يعني انا دلوقتي مغزى واحد برشح ونزل وانا تعبان وعندي 78 سنة الله يبارك. بس بنزل عشان يعمل لي ايه؟ يعمل لي معاش يأمن علي. وربنا يوفق كل واحد. انا عايز كلمه تقولها للوطن لمصر. الوطن الوطن عمره ما يتعوض. انا بقول لك تحيا مصر وتحيا وطنها. ومصر مش هتتهزم ابدا وتحيا وطنها. فيها ناس كويسين. احنا هنا مصر مش هتقع ابدا. الناس دي دسيسه ودخيله مؤاخذه. يعني انما هقول ايه؟ كل واحد ما بينزلش وماله ربنا. ربنا ينصرنا. الصوت هيحاسبه. الصوت ده امانه في رقبتك. انا نازله وتعبان. لا. انما نازل مؤاخذه عشان ايه؟ نزل. عشان مصر عشان جيش مصر وعشان شرطه مصر. الناس اللي واقفه جنبنا تحيينا وبيموتوا عشان تحيا مصر. الشرطه النهارده بتموت عشان.